راهي معاملة شكل والعلاقة والزواج راه شكل واحد آخر. أنا فيا دابا ما نقولك آه وممكن نتزوجو باش نتسمى مزوجة وصافي. كاين راه ماشي من داك النوع ديال مضروبة على الزواج ولا ملهوفة خصني باش نتزوج باش نتسمى تزوج قدام الناس وما يهدروش عليا. مازال كتفكري في الناس؟ مازال ما بغيتيش تعيشي حياتك كحياة؟ راه شحال من واحد كتضحي على قبله وفي الآخر كتلقى راسك كنتي كتخول ما في الرملة، كتلقاه ما يستاهلش. كانت تضحية غير على العائلة، راه ما عمرني ما ندم عليها آمين. بالعكس هذاك راه واجب، الله يسمح لي فرط وصافي. بغيت نقول لك آمين، ما عرفت كيفاش غادي نقول لك. ما تعوش عليا في الزواج، حاول تنسى هذا الموضوع وصافي. واش مشكل كاين في الوقت؟ أقول واش الوقت؟ إلا كنتي مازال باغي تخدمي وتجمعي الفلوس وهذا راه ماشي مشكل. شوف واحد الحاجة راه نتعاون أنا وياك والله نتعاون. وأنا ملي كنشوفك كدبري وكتقاتلي على دارك وكنفرح كيعجبني الحال. نقول شو حياة مرة ونص. مازال ما بغيتيش تفهمني يا آمين. أنا ما عمري نقدر نكون لك ولا أنت تقدر تكون لي. كنحسبك بحال خويا. ما عرفتش كيفاش غادي نشرح لك آمين والله ما عرفت. ما عمر زعما حاولت ماشي ما حاولت ولكن ما عمرني شفت راسي مراتك. ما عرفتش غادي نقول لك آمين أخويا والله تسمح لي ولكن أنا مقدرة كلشي درتيه معايا. ما عمرني ما نسيت داكشي كامل اللي كدير معايا بالليل وبالنهار قدام عينيا. ما عمرني نساهلك ولكن ما كنحسبك خويا. فهمتك عزيزة هي اللي قيداتني، هي اللي قالت لي خطب حياة زعما بغات تشوف وليداتنا وهذا، ولكن حتى حاجة ما كانت غتبدل. مزيان حنا خوت وكنبقاو خوت عادي. نمشيو ماشي نمشيو آمين.